Oasis FM. Plus près, plus près, plus près, plus proche. Lika Khaz. Oasis FM في قلب الحدث. طيب أنتم تركزون كثيرا على مسألة العنف السياسي وتحملون مسؤولية مباشرة للنهضة وأطراف الحكومة بشكل خاص، وتتحدثون كثيرا عن تحييد المساجد، عن روابط حماية الثورة. أسئلة هنا تسأل: أولا، هل أنه حل رابطات الثورة سيعني ذلك أنه انتهاء العنف السياسي في تونس؟ ثم أيضا العنف السياسي في تونس فما من يحمله لأطراف أخرى بما فيها مثلا الجبهة الشعبية، عندما يقولون أنه مثلا في اجتماعات الشعبية الجبهة الشعبية الشعار التحريضية، الشعارات اللي فيها مس بقيادات النهضة أو غيرها بشكل مباشر. مثلا اليوم أنا نفسي لاحظت شخصيا في اجتماعكم في جابس الصور اللي كانت معروضة وفيها شيء من نوعا ما، مثلا صور السيد حمادي جبالي بشكل اللي فيه استاذة، أليس في ذلك تهيج للأول شحن للجماهير ربما يتحول بعد لعنف لفظي ثم عنف مادي؟ ما نسميش هذا عنف رمزي بشكل من الأشكال؟ اسمعني، لازم نفرق بين حاجتين، نفرق ما بين النقد وما بين الدعوة للعنف. أنك تنقد حمل همامي راه حق من حقوقك، نجم تجي الحمل همامي توصفه بأبشع النعوت السياسي. أنا هاني نسمع فيهم حمل همامي متطرف، حمل همامي من عشنو، حمل هم، هذا راه حق من الحقوق. أنك تجي تعمل كاريكاتير على حمل همامي أنا ما يطرح لي حتى مشكلة، أنك تجي تعمل الجنيولة على حمل أنا ضحكني، أنا مرات مش كذا الفائدة نضحك شوي نشوف روحي، فهمني؟ هذه حاجة، هذا نقدره الجانب اللي وقتاش تولي عنف، راك تولي منها عنف إذا كان ثم تحريض تجاهك الشخص هذاك ولا تجاه الحزب هذاك. مثلا وقت يجي تكفر حد، وقت يجي كما صار في جرجيس، إذا كان يجيك مشكر بالعيد وقتلوه، إذا يجيك من نجيب الشابي مثلا وقتلوه، وقتاش عنف؟ وقت ذاك حزب عمل اجتماع تمشي تعتدي عليه، تمشي تحرق مقر. هذا مثل الجبهة الشعبية، ما تعملوش الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية بالعكس تندد، وقلناها حتى حركة النهضة كياقة على اعتداء على مقراتها أو على اجتماعاتها بالنسبة لنا احنا ما هوشي سليم هذاك. علاش؟ ماك انت مش تمنعه، هو مش ولي يرد الفعل ويمنعك. احنا في الجبهة الشعبية نمنع أن الصراع السياسي راه يتم بأسلحة فكرية وفكرية فقط، وهذا ما هوش إيمان تنجم نقول لك انتهازي بوليتيك، لا، خاطر نحن عنا ثقة في أفكارنا، عنا ثقة في البرامج اللي ندافع عليها، والشيء اللي خلينا عنا مصلحة في الحرية. وقت اجتماعاتنا تتعدى رايدة ونبلغوا كلمتنا للناس، احنا عنا ثقة وأن نجم نقنع الناس. شكون اللي يمارس العنف؟ راهو يمارس العنف اللي ما عندوش حجة، اللي ما عندوش حجة عقلية، هذاك يولي يمارس العنف باش يفرض على الناس، يفرض عليك اش تلبس، يفرض عليك كيفاش تاكل، يفرض عليك كيفاش تفكر، ما يخليكش تبلغ منها الصوت نتاعك باش ما يبقى كان هو في الساحة يرتع فيها كما يحب. هذاك علاش بالنسبة لنا للجبهة الشعبية بعيدة تمام البعد على الأساليب هذه. احنا حتى كي تصير احتجاجات اجتماعية ويصير فيها تقصير مرات وتصير فيها تجاوزات، حد توجهوا للخدامة، نتوجهوا للبطالة، نتوجهوا لك المحتاجين ونقول لهم ما تكسروش، راك تكسر انت مش تخسر، بلادك مش تخسر، راهي مش شكون مش يدفعها هذيك تكسر. بحيث هذا الاسلوب نتاع نتاع معناها الجبهه الشعبيه. لكن الاطراف اللي تحب تستبد بتونس وتستبد بالشعب التونسي هي تمارس فيها العنف هذا، واخطرها الاغتيال السياسي. طيب، في خطابك قلت صراحة أنه الانتخابات 23 أكتوبر أفرزت أغلبية رجعية، الأغلبية هذه اختارتها جزء مهم الشعب التونسي. هل وفي ذات الوقت مثلا عندما تحدثون عن الشعب التونسي تقول نحن نثق في ذكاء الشعب التونسي، نثق في وعيه، ونثق، مترش أنه هذا كان فيه شيء من التناقض؟ من جهة نحترم إرادة الشعب ونحترم ذكائه، ومن جهة نعتبر أن الأغلبية التي أفرزها وانتخبها أغلبية رجعية، يمكن بتفسير استنتاجي انه من انتخبهم هو ايضا رجعي يعني. او كيفاش هنا راهو الحاجه نحب نوضحها، راهي وقت نقولوا ان ثم ذكاء الشعب وكل شيء، مش نحكوا على نهار معين، نحكوا على مسار تاريخي. شو معناها ذكاء تاع الشعب؟ الشعب ينجم تو يعطيك ثقته، اذا كان انت ما تكونش مستوى الثقه يدور عليك. هذا الذكاء اللي نحكوا عليه نحن من ناحيه تاريخيه. اليوم انت جيتي اعطيتيه
مشروع وعتيه برشا وعود جدت عليه. نهار اللي انت تتراجعي في هذيك يحاسبك كيما قاعد صاير تول حركه النهضه به الوقت اللي قلنا شنو معناها الانتخابات جابت اغلبيه رجعيه، معناها اغلبيه ما هيش تخدم في مصالح الشعب ولا ما هيش تخدم في المصالح من تاع البلاد. هذا يا شيء قلناه نحن بالنظر الكون الاغلبيه اللي خرجت في على مستوى البرلمان واللي وقع منها انتخابها في المجلس التاسيسي ما حققتش الاهداف اللي هي بيدها قالت راني مش نعملها. وين اصلاح القضاء؟ وين اصلاح الاعلام؟ وين اصلاح المنظومه الامنيه؟ وين اصلاح الاداره؟ وين توفير الامن وحمايه الحريات؟ وين الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي باش الجيعان يلقى الخبزه يلقى فهمتي منها الشغل، باش الجهات اللي ما فيهاش تنميه تتحسن، باش البطال فهمتي منها يلقى الخدمه. اذا هذا شنو هنا نعطيك مثال اشبيه اخي هتلر النازيه اللي هي اشنع ما شافت البشريه، اخي مش انتخبها الشعب الالماني؟ هذايا بطبيعه الحال الشعب الالماني وقتها يعتبر ما عرفش يختار تحت تاثيرات معينه في الفتره هذيك تعدت عليه، والشعوب نجم تعد عليها في وقت من الاوقات. هتلر وقع موسوليني في ايطاليا تلعب زاد بالانتخابات من بعد ما كشفت ايش عملوا، لانهم استعملوا من الوسائل، استعملوا المال، استعملوا الدعايه، استغلوا الذهنيه نتاع الشعب في الفتره هذيك. انا تو برشا ناس كي ناقش معاهم يقول لي راني نادم، معليش يقول لي راني في الفتره هذيك مانيش فاهم الاحزاب بالكدا. مثلا قلت هذام يخافوا هكا، قالوا هالي انا يخافوا ربي، واللي يخاف من ربي يخاف على عبده. انا قال لي النهار ساق سيطجر قال لي ظهروا لا يخافوا من ربي لا يخافوا على عبده. والكلمه هذه شائعه ياسر تلقاها عند الناس، حيث علاش؟ لان الشعوب راهي تتربى من الممارسه وتتعلم منها من الممارسه فهمت يمنا نتاعها. هذايا نحن شنو الشيء اللي نقصدوه بحيث ما ثماش فيه منها تناقض، لانه الشعب هذايا عمل الثوره نتاعو، الشعب هذايا قاعد يتبع. لكن نهار شكري بالعيد انا متاكد اللي اغتالوه رمي يقول لك تخرج 5000 10000 واحد والحكايه تنساه. لكن شفتي الشعب التونسي اللي خرج وذاك مراهي المئات الالاف، ثم شكون يقول لك ربما يوصل 3 4 ملايين في البلاد الكل، اللي خرجوا هذاك مش راهو محبه في شخص شكري بالذات، انما ثم الرمزيه انه الشعب هذا ضد الاغتيال السياسي، انه الشعب هذا ما يقبلش انه انسان يخالفك في الراي ما يتفقش معاك تهزده مسدس وتقتله. لان الوقت ذاك في نهايه الامر الشعب يولي يحس ضربه له هو وضربه للبلاد وضربه للمجتمع. أشرت زاد أنه الآن في تونس فما برشا خصومات وقلتها بالحرف، عركات، عركة مع الإعلام، عركة مع القضاء، عركة في بخصوص الدستور، عركة ما تراش أنه في نهاية الأمر أنه العركة سواء الحكومة أو النهضة تحديدا والمعارضة في نهاية الأمر هي عركة السلطة، هي صراع السلطة بالنسبة للقضاة؟ لا، ثم فارق تو الصراع نتاع الأحزاب، هذا الكل يلخص صراع السلطة، يلخص صراع مش على السلطة كحاجة أداة. المعركة اللي يخوضوا فيها القضاة حول شنو؟ استقلية القضاء. الشعب التونسي من جملة الأسباب اللي خلاته يثور غياب العدالة، وبالتالي الحاجة البلاد إلى قضاء مستقل. شكون اللي عطل في بناء قضاء مستقل؟ حركة النهضة. العركة نتاعك منتوما نتاع الإعلام، شنو اللي يقلق الحكومة أن تقعد مع الإعلاميين وتعطيهم الحرية، لأن ذاك معنى الديمقراطية، باش يعطوا رايهم في الإصلاح نتاع الإعلام. ما شنو اللي يقلق معناها السلطة باش مثلا بالنسبة يقع نقاش المنظومة الأمنية في تونس باش تتصلح نقابة الأمن؟ قلت نحب أمن جمهوري. شنو اللي يقلق السلطة باش مثلا المسألة هذه متاع الإدارة؟ إذن المسائل هذه قلت لك أنا عركة منا وعركة الحكومة عندها عركة مع الكل. شنو اللي يقلقها؟ يعني شفتي العركة مع اتحاد الشغل، خاطر ما يحبوش اتحاد معناها مستقل. هذا اش نقصد؟ وهذا يرى شو المعنى تاع الكلام اللي قلت لك اغلبيه رجعيه، شو معناه؟ معناها المجتمع يحب يتحرر من الدكتاتوريه، يحب يتحرر من الاستبداد، الناس يحبوا يصلحوا اوضاع بلادهم، يحبوا ينتقلوا بتونس لمرحله جديده، وانت لا تحب تبرك على القضاء، تحب تبرك على الداخليه، تحب تبرك على الاعلام بتعيين مرات جماعه تجمعيين، تحب تلقاك تبرك على معناها على الاداره، الوالي من عندك والعمده من عندك والمعتمد منها من عندك والرئيس المدير العام من عندك كل مدير مش عارف مين وعندك، مش على اساس الكفاءه، لا على اساس ولد حزبك نتاعك انت. اذا هذايا هذه المشكله. تجي مثلا تتخذ قرارات في هذاك النهار نشوف سي حمادي جبالي هابط السوق الجمله ومتاسف ياسر من غلاء الاسعار، وقتاش؟ وقت استقال. اما وقت اللي كان رئيس حكومه نجم ياخذ اجراءات
عملية للتنقيص من الأسعار ما ياخذهاش. وقت اللي شاد رئيس حكومة ونجم ياخذ إجراءات عملية للتخفيف من البطالة ما ياخذهاش. إذن هذا اش حبيت نقول لك، المشكلة إذن هل اش قلت أنا الحكومة بتعارك مع الناس كل، هو بمعنى وأنها قاعدة تحب تتسلط. هذا يروا كلام قالوا رئيس الدولة حليفهم. الكلام أكثر من هيك. نقول لك سي عبد العزيز كريشانك المدة عمل مقابلة صحفية في الإيكونوميست، تعرف ايش قال؟ قال نحن والتكتل، اش نعاودوا لك حرفيا، قال نحن والتكتل عندنا كلمة نقولوا فيها مع بعضنا، نحن في الحكومة ولا نحكم. زيد قال كلمة أخرى، قال كل الإجراءات الحاسمة عمره ما كان عندنا فيها دور. لكن سمحني سي حما، ربما لهني من قراءة أخرى، الخطأ ربما ليس في النهضة وإنما خطأ في هؤلاء الحلفاء الذين قبلوا أن يدخلوا في تحالف وأن يكونوا صوريين وشكليين، العيب فيهم ربما وليس بالضرورة في النهضة. احنا متفق معك، العيب فيهم هما. إذا كان أنت جيت تحالف مع حد ويولي يبارك هو على الدولة وعلى أجهزة ومهمشك، تولي أنت قاعدتك معاه، هو بانتهازية منها تحب تدبر في راسك أكثر وأقل. أما حبيت نحكي لك على الحالة بالضبط، على الواقع، على الواقع بالضبط. إذن هذايا الخلق وهذايا راهو اللي خلى البلاد توصل الأزمة اللي نحن فيها توا. الأزمة منين جات؟ الأزمة جات من كونها هالحكومة هذية ما مشاتش في اتجاه تحقيق المطالب نتاع الشعب والمطامح نتاع الشعب. لقينا رواحنا أزمة سياسية، ما ثمش دستور، ما ثمش أجندة الانتخابات، الأمن ما هوش متوفر، الراجل كنهار قال في السوق الجملة الناس قتلها الشر، نلقاو رواحنا أكثر فأكثر خاضعين معناها للخارج، ولينا هيت عطيني طرف فلوس بركة خل نخرج من الورطة فهمتي من اللي أنا فيها، اللي خمم في بيعان لراضية واللي خمم في بيعان معناها مؤسسات. لقينا رواحنا اليوم في أزمة، واللي زاد الأزمة أنا ولينا حتى الأمن نتاعنا ما ناش لاقينو، دخلنا في مرحلة فهمتي نتاع اغتيالات. تجي أنت اليوم عوض وان القضايا هذه تتناقش، وذاك علاش الجبهة طرحت مؤتمر وطني معناها للإنقاذ. سي حما قبل ما نوصلوا للمؤتمر الإنقاذ باش تحدثوا عليه، لأنه أنتم هذا مطلب لكم منذ مدة وزدتوا على الإصرار بعد مقتل شكري بالعيد. لكن الحاجة اللي لاحظوها برشا مراقبين في خطاب قيادات الجبهة الشعبية وفي مختلف تجمعاتكم الجماهيرية بما فيها اجتماع اليوم، أنه خطاب بدرجة أولى انتقادي، خطاب بدرجة أولى بعض يقول بين ظفرين يتصيد أخطاء الحكومة وحركة النهضة، تقريبا كأنه التاريخ يعيد نفسه. قبل انتخابات 23 أكتوبر الأحزاب المعارضة نفس التمشي، انتقاد لاذع وشديد للنهضة حتى قبل أن تحكم، وكان هذا ربما من أسباب يعتبره بعض المحللين أسباب فشلها في انتخابات. وكأنه الآن الأحزاب المعارضة تكرر نفس الشيء، إنها يعني كأنها تعيش على انتقاد أو على أخطاء النهضة أكثر من إنها تطرح تصور رؤى برامج، وحتى كان البرامج هذه مش موجودة. الانتقاد الحكومة وانتقاد النهضة يطغى كثيرا على طرح البرامج والحلول والبدائل. أولا أنا اليوم ظهري أنت كنت حاضرة، أنا قدمت البرنامج نتاع الجبهة، والجبهة الشعبية كان دائما وأبدا عندها برامج وعندها حلول طرحتها على الناس، مش فقط تحتج وتنقد وتكتف يديها، لا عندنا برامج. هذه الحاجة. الحاجة الثانية تقول لي تنتقدوا في الحكومة، أي أعطيني حاجة باهي عملت الحكومة؟ ترى هنسلك سؤالا، أعطيني فيش مش نمدحوها الحكومة؟ الأمن مش متوفر، وصلنا لاغتيالات مش نمدحوها نقول لا والله وفرت لنا الأمن. الدستور تلك النهار قالوا راهو العالم مش يشوف النهار 21 ديسمبر، كلمتني صحفية قالت لي شنو اللي وكان يوف العالم نهار 21 ديسمبر شنو الحاجة اللي غايدت؟ قلت لها غايدتني ماشي بغير الدستور. الدستور تعمل توا، مش نجي نشكر الحكومة ونقول يعطيها الصحة من الدستور. ربما الدستور مش ذنب الحكومة، ربما يعني أساسي. لا تبغى نحكي لك الأغلبية، أنا أساسي خاضع لمشاكل الأحزاب في بعضها، لا خاضع للأغلبية. اللي عطلت تقدم في الدستور هي الأغلبية، خجي مش نشكرها تو النهضة وهي معطلة الدستور، حط فصل منها نحي فصل منها عطل فصل هكا. المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، سامحني أخي أنا قاعد نزيد في الأسعار، إذا كان هي ما بذلتش مشوط به ونوفلك نوفلك بالوضوح. حمد الجبال إيش قال؟ مش قال فشلنا؟ هو نقدنا ما نصحيح، لا محاله هو زاد حبي يوحل الفشل في المعارضة. أما سي حمادي الجبالي قال فشلنا، وأكثر من هكا نهارت اللي يتكلم خذاء الكلام تقول فيه الجبهة وتبناه، تبناها على الأسعار كذا. أي هو ظهر عنا الحق. رأي المشكلة لازم نردوا بالنا من حاجة في تونس، راه لازمنا نتعلموا كذا الحاجة غالطة نتعلموا نقولوا غالطة. قبل الوقت الدكتاتورية إيش كان يلزم باش ننقد نبدأ نمدح الساعة قول والله راي الدنيا باهي وباهي. أما لكن يا أخوي إذا كان حاجة مش باهية نمشي طول، تا
يعني نعطيك جابس ختام جنجي نشكر نقول ان مجهودات الحكومه في مجال الصحه خارق العاده في جابس. اما راهو ثم شويه امراض الامراض الحقيقه في جابس تي بالعكس في جابس يلزم صيحه فزع على السرطان, يلزم صيحه فزع على السرطان ولا حاله وبائيه بنا في جابس, يلزم صيحه فزع على مشكله الامراض منها الصدريه وعلى الحساسيه, يلزم صيحه فزع على بلادكم هنا في جابس. كان عندكم 450 الف نخله ولا عندكم 110 الف ما بين 70 وما بين فهمتي توا, يلزم صيحه فزع على النباتات البحريه. كان عندكم 280 نوع ظهري توا عندكم 80 نوع. اي اذي تحب نجي نشكر. طيب لو انه الجبهه الشعبيه قدر لها صندوق الاقتراع ان تكون في السلطه وفي تحالف القادم في السلطه, ماذا تطرح الجبهه الشعبيه كحلول لهذه المشاكل في جابس؟ انا ناكد لك الجبهه الشعبيه لو كان وصلت من قبل السلطه وضع البلاد راهي مشكي معك. علاش؟ لان بالنسبه لي نحن راهو ثم زوز مستويات كنا نخدموا عليهم. شنو هو المستوى الاولاني؟ الساعه نشوفوا الشعب هذا وقت اللي ثار على بن علي شعن ثم من ناحيه سياسيه اش يحب الشعب هذا؟ يحب حريته ويحب الديمقراطيه. رانا مشينا دغري لعملنا دستور ديمقراطي, ما نبقاوش نتحيلوا على الدستور باش نحطوا فيه حوايج اللي تحضر دكتاتوريه جديده. أنا اليوم جاي في الجابس نسمع في الغنوش يقول لا رانا بطلنا من حكايه الشريعه, ما عندناش مش نحطه. شو معناها؟ معنى عام واش هو قاعد يلوج باش يحط والشريعه راهي مش معناها الدين, راهي مش معناها الاسلام, راهي احكام معناها فقهيه اللي تعملت في وقت من الاوقات ومناسب الوقت من الاوقات. هم يحبوا يحطوها تو واحكام نتاع مذهب واحد زاد المذهب الحنبلي مش الاحكام نتاع المذاهب الاسلاميه فهمتي المنوره ومعناها والنيره. ثاني حاجه, هل الاوضاع الامنيه هذه راهي ماهيش كيما هكا؟ رانا من نهار الاول كنا صلحنا الساعه المنظومه الامنيه, رانا اعطينا للاعوان نتاع الامن حقهم, اما رانا حددنا لهم واجبهم ورانا عاودنا نظمناها المنظومه الامنيه دي. رانا ما تسهلناش مع حكايه السلاح اللي الناس تعيطك المدة واحد من الامن يقول راي البيت تعبت بالسلاح قالوا لا انت متسيس وانت متحزب. رانا ما خليناش, رانا قننا الاوضاع نتاع فهمتي معناها المساجد باش المساجد تبقى يا سيدي الائمه يمشوا يعملوا مجلس اعلى معناها للاسلام ينتخبوا حتى الاداره نتاعهم والمسؤولين نتاعهم. اما ما مش تجي تخلي معناها واحد حسب روحه امام يجي يدعو فهمتي القتل نتاع الناس, شنو علاقته هذا بالاسلام؟ على مستوى اقتصادي واجتماعي تصوري انت توا نحن عامين واش بعد 14 جان في 2011 دي حتى النمط الاقتصادي تعوق بن علي ما بداش عليه نقاش قاعدين مواصلين فيه. رانا ناقشنا هذاك ورانا حددنا اختيارات اساسيه جديده, رانا مشينا نحو تاع اصلاح زراعي. لكن ليست حكومه مؤقته ووضع مؤقت واللي تطلبوه اقوى واكبر من طاقه حكومه مؤقته نتاع عام عام ونص؟ انا ايش قلت لك نبداو نناقشوا ولكن ثم اجراءات مستعجله, ثم انت تجيش حتى حكومه ثلاث شهور راهو عندك اجراءات مستعجله. راي الاسعار مثلا نعطيك خي كيفاش انت تحبي الاسعار مثل الهبش وانت الفلاح مسلمين فيه, وانت نعطيك توا ثم هناشر نتاع الدوله للعام الثاني قاعده بور. نعطيك حاجه في سيدي بوزيد ولا في الشمال في جهه الوطن القبلي كل شيء الصيف اللي فات الفلاح الصغار يرغيو يلوحوا في الطماطم وسوف سيدي بوزيد يلوحوا فيها في الممرات في الولايه. تشبيك ما تبداش تخمم باش تعمل معامل راهم يطلبش حاجه كبيره ياسر باش تعمل معمل نتاع كونسيرف نتاع طماطم. اما من بعد ما تلوح طماطم تجي تغلي لي في نعطيك تو قضيه الحليب, القضيه نتاع العلف عارفينها من الاول ثم مشكله. علاش التو القضيه نتاع العلف عامين واش لين ولي نلوجوا على الحليب من سلوفينيا بدينار 300؟ اش حبيت نقول لك؟ ثم اجراءات مستعجله يلزمك فهمتي يلزمك تتجه لها. مش قولي الفلوس منين؟ هنا اقترحنا حكايه الفلوس, قلنا تعليق المديونيه هاو نهارين مش ندفعوا 700 مليار. علاش مش كان راهو تم التفاوض من قبل حول المساله هذه ورانا اتفقنا معناها معاهم باش نبقاو عامين ثلاثه ما ندفعوش المديونيه؟ مثال نعطيك التهرب الجبائي, يتعمل القانون الماليه السنه ارجعي له ما تلقي حتى اجراء ضد التهرب الجبائي, بينما نخسروا في التهرب الجبائي 15000 مليار مليم. اقترحنا مثلا حاجه اخرى, اقترحنا ضريبه استثنائيه على الثروات الكبرى. ثم الناس يقول لك مستعد ما خليني نخدم على روحي. اش حبيت نقول لك؟ الجبهه راهي قاعده تقدم في حلول ملموسه, وناكد لك
مش معناها رانا ما قروش ثم صعوبة، ثم بن علي خلى ورثة كبيرة. هذا هو يعني البرنامج طموح، لكن خلينا نكونوا واقعيين. هل أنتوا تتصور في صورة أنت تسلمت الحكم في نفس الظروف اللي تسلمت فيه النهضة، هل كان تتصور أنه كنت تنفذ البرامج هذه وكل المقترحات بشكل آمن من غير مشاكل من غير عراقيل من غير صعوبات داخلية وخارجية؟ يعني أكيد أنه حتى الحكومة النهضة بكل عيوبها ربما كان عندها أفكار كان عندها طموحات، لكن لا يخفى على أحد مدى تعقيد وصعوبة الوضع الداخلي، وحتى زاد ضغوطات الإقليمية وليبيا منا المشاكل مالي من جهة أخرى، الوضع الدولي أزمة اقتصادية عالمية، يعني مش بالسهولة اللي ممكن. مش نفاجئك، النهضة ما عندهاش أفكار في الاقتصاد، خذوا خلوه لهم باجي قائد السبسي ومشاو يطبقوا فيه، ما زادوا حتى شيء من عندهم. راهو أنا حضرت لك النقاشات على التنمية الجهوية، حضرت مرات الزملاء إعلاميين جابوا اللي خلاه بن علي اكل البرنامج تاع 2009 2010، وقالوا راهو كوبي كولي ولا شنو. لا هذا اش قالوا، قالوا هاو بن علي اش خلاه هاو الواحد ما عندهمش افكار، راهو بالعكس خذوا نفس النمط وواصلوا فيه. انا نحكيك المشكله من النهضه راهي زادت عمقت المشاكل. انت كذا عندك مشكله حاولي افهميها وابدي عالجيها، النهضه خلت المشكله وزادت عمقك. نعطيك تو في الوضع الراهن تاع تونس في الميزانيه الجديده اش عملت النهضه، علاش فشلت؟ قاعده تخمم كيفاش تلم الفلوس باش تمنع روحها تو وتخمم في الانتخابات كيفاش تلم الفلوس. زيد اقترض، زيد وحل البلاد في قروض جديده وبعد ما نلقوش منين نخلصوها. الحاجه الثانيه زيد في الاداءات، والاداءات على شكون تزيد؟ تزيد على الزوالي على صاحب الاجره. الحاجه الثالثه بربيع ممتلكات البلاد، اكل تامين اكل مواكل مصادره فهمتي منها هذيك، برا زيد في الاسعار. اي وقت تحاول باش تلم الفلوس شبيك ما تلفتش شوي الفلاحه، ما تلفتش شوي البنية الأساسية. لأني لهنا مش نقول لك سر آخر، راهو الشعب التونسي وقت اللي يحس بيك اللي أنت صادقة واللي أنت تحب تصلح واللي أنت الناس الكل قاعدة مضحية، مش واحد قاعد مضحي والآخر ما يضحيش. الشعب التونسي راهو عنده صبر، ولهنا المشكلة لأنها السياسة. أنا نأكد لك اللي مشاكلنا اليوم 50% منها سياسي. شو منها 50% منها سياسي؟ 50 منها في المياه ما ثماشي أمن، ما ثماشي ثقة، ما ثماشي اطمئنان، وما ثماشي تفائل في علاقة بالمستقبل. هذا هو دور منها السياسي، لأنك أنت كإدارة سياسية ماكش قاعدة تحلي فهمتي منها في قاعد ماكش قاعدة تحل في البيبان، وماكش جادة كيف كيف قاعد تتكلم بصدق فهمتي منها مع شعبك. هكي شفتي النهارات حتى في المفاوضات الأخرى كل نهار وعلمه كل نهار نسمعوا حاجة. كيفاش تحبي تو التوانسة يثقوا في حكامهم وهم كل نهار يسمعوا حكاية؟ هذا يا جانب. الجانب الثاني اللي مربوط بالاقتصاد هو فهمتي من التخطيط. تو انت جبت لي على قابس، هي قابس لهنا يلزمها برنامج ثم فلوس مخصصه لمقاومه التلوث في قابس، اما هيش قاعده ماشي ما هيش قاعد مش معناها قاعد تسرق، لا ما هيش قاعده تستثمر فهمتي منها معناها بالقدام. نعطيك الماء في قابس، تعليش تستعمل في الماء الحلو في الصناعات اللي عندك فهمتي منها لهنا، علاش ما تلفتش معناها للبحر؟ بالنسبة للأراضي تيقابس حتى المسح نتاع الأراضي العقارية اللي هنا عندكم الأراضي مشكل عقاري 42% بركة قاعد صاير مسح من الأراضي هذيك. شنو أعطيني أنت شنو الأسباب تخلي لك ما يصيرش معناها أكل المسح هذاك؟ أجيني لسليانة تقول لي أو عندي ميزانية 342 مشروع، ولكن ما في أكل المشاريع عليك اللي خذاوها على وقت بن علي ما فيهاش أولوية الأوليات بالنسبة للبلاد كيما سليانة ولكن سيدي بوزيد. نعطيك مثال آخر حي في القصرين في تالا، تم زوز معامل في تالب فيهم واحد نتاع رخام والاخر مش عارف نتاع شنو. الزوز مالي المعامل ايش يقولوا؟ رجع الامن، رجع المركز تو نجيو التو التالب ما غير امن. انا بيدي مشيت مره صححت معاهم في عريضه نطالب بارجاع الامن. ايه السيد ايش يقول لك رجع لي الامن من الخواص تو انا نجي. هي انت مخوذ قرار كدولة رجع الأمن وتفضل يا سيد إجا حلي المعامل نتاعك يخدموا 1500 بشر. هذا معناها من الأشياء اللي حبيت نقول لك، راهي إذا كان كل شيء مش نقوله ليس بالإمكان أحسن مما كان راهي مش مقدمة. وسي حمد الجبالي بيدو كنهار قال فشلنا، والفشل ثم صعوبات. راهي أنا عمري ما قلت ما ثماشي صعوبات. بن علي خلى ورثة، ثم اليوم أزمة عالمية، ولكن أنت كسياسي راك مش تدير بلادك. راهو مش الناس انتخبوك باش تفشلي، الناس راهم انتخبوك باش تنجح، ومش تنجح بنسبة 100%. يا سيدي انجح بنسبة توا 20 30 40 50 وانت قاعد ماشي. هذا يتطلب تخطيط على بعيد،
وقت توا مش قولي حكومة مؤقتة، أري حتى حكومة مؤقتة تبدأ تفكر، ولكن ثم إجراءات معناها مباشرة معناها مهمة اللي يلزمك معناها اللي يلزمك أنت معناها تاخذها. إذا كان ما تاخذهاش تلقى روحك في وضعية كيما هكا، عمره ما عز ميزانية الدولة وصل كيما تو، عمره ما التضخم وصل معناها كيما تو، عمره ما تعرفي مثلا بالنسبه للمديونيه سامحني سامحه، وعمرها من الاعتصامات في تونس ما بلغت الدرجه هذيك، عمرها ما بلغ قطع طرقات وسكك حديديه يعني رب الاضرابات في مختلف القطاعات العموميه وغير العموميه، عمرها ما بلغ للدرجه هذه. يعني خلصك سؤال انا ترى علاش الاعتصامات تمول، ثم حوايج لازمنا نفهموها لهنا. نعطيك تويك الشيء اللي صار في المناجم، انا اتفق معاك اللي في المناجم العام اللي فات والعام اللي قبل 2010 8 ملايين طن في العام فوسفات، احنا توا في 2012 زوز ملايين فصل 7 طن. النقص هذاك منين جاي؟ صحيح من الاعتصامات ومن الاضرابات. ايه حكومه ذكيه تعرف ايش تعمل، من الاول تتناقش مع الخدامه، وهذيك هي الديمقراطيه، يجي يناقش معاك هاي الوضعيه ايش فيها وايش ما فيهاش، هاي المشكله نجم نحلها. اخي سامحيني، وكانت نازلوا لها على مقابل مليون طن، توي كرروا الانتاج 10 ملايين طن، راه مش 8 ملايين طن، اما من الاول كاسحين معاها فعل رد فعل فعل رد فعل فعل رد فعل، ثم سوء اداره معناها للازمات معناها الاجتماعيه، الازمات الاجتماعيه راهي يلزمها تتحل بالحوار. حاجه اخرى في المناجم، علاش تبقى مربوطه تبقى ديما ما نخدم كان في الكوبانيه، حل الفلوسك المداخيل برا، حاول حل المشاريع اخرى، حاول استثمر في مشاريع اخرى. لكن اليوم تو هذه الكوبانية قاعده تسلف باش يشتري تو، حتى كلي كنا نجموا نعملوه عامين التالي تويك ما عندناش النجم منها نعملوه. اش حبيت نقول انا هنا، حبيت نقول راهو كذا عندك ازمات، في عندك ازمات اجتماعيه، اول حاجه يلزمك تلجئ لها هي افهمها انت، امشي ناقشها معك الفاعلين. علاش تو في بعض بلدان نوصل الناس يقبلوا باش نقصوا من شهرياتهم، تعرفيش علاش نقصوا من شهرياتهم؟ يقول له باش نتجاوزوا الازمه، خاطر يصير حديث مش يقول له، يقول له راه مش نقص لك انت بركه، راني انا العارف مش ينقصوا لي الكوادر، مش ينقصوا لهم الاخر، مش ينقصوا لهم. اما احنا فيش قاعدين نناقشوا، نحن الوزير يزيد ومجلس التاسيس يزيد والاخر يزيد، وديما الدور في الكل شكون اللي يدفع الفاتوره، يدفع الزوالي. ولكن في نفس الوقت اليوم عندنا حتى اصحاب ناقشت مع بعض مؤسسات مش عاجبها، بعض مؤسسات يقول لك خويا نحب حوار انا اجتماعي، وانا راني انا حضرت على اللي اسمها تويك اللي مدام شماوي ابو شماوي رئيس حضرت عليها مره تعطي في درس اللي راهي المؤسسه تخلص خير تنجح خير، هكا قالت على خاطر كذا عندك خدام ماهوش عايش، ما نجمش يقري صغاره، ما نجمش يوفر لهم الصحه، المردوديه نتاعهم تكون خايبه، هاو عارف ذكي، هذا يسمى عارف ذكي. اذا مش حبيت نقول مش معناها الانسان راهو نساندها والانسان الاتحاد الصناعه والتجاره، اما نقول لك مرات تلقى عندهم تفكير اللي هو فيه معناها منطق. اش حبيت نقول لك انا، راهي الاعتصامات وهالاشكال الكل هذيك، امشي اعمل حوار اجتماعي وقابلهم وقابل الناس تحدث مع الناس. طيب نختم بالمؤتمر الإنقاذ اللي أنتم في جبهة شعبية تطرحوه كحل مستعجل لما تعيش تونس، أول شيء لو توضح لنا تفاصيل هذا المؤتمر يعني النقاط المطروحة فيه بشكل أولي، ثم لماذا في البداية مباشرة بعد مقتل شكري بلعيد كان فما التفاف حول هذا المطلب من مختلف قوى المعارضة، لكن نتفاجأ الآن كأنه هذا الجمعة كانوا تشتت وقوى المعارضة رجعت تفرقت من جديد. يعني هو راهو بعد اغتيال منا شكري اللي جمع الناس اكثر من اي حاجه اخرى هو رفض الاغتيال. الناس بعد اختلفت على كيفاش التعامل مع المقترح نتاع الوزير الاول، دخلنا في السياسه وقتها. بالنسبه لنا احنا طلعنا مؤتمر وطني للانقاذ، اولا الساعه قلنا بدون استثناء تحضر فيه الناس كل، ويناقش الازمه واسباب الازمه، ويحط خطه لتجاوزها على 6-8 اشهر مش برنامج تاع 5 سنين. فيه نقاط كيفاش نوضع حد للعنف مع بعضنا، النقطة الثانية كيفاش وقتاش نكملوا الدستور، وقتاش نعملوا الاجندة نتاع الانتخابات، وناخذوا إجراءات اجتماعية مستعجلة في مجال الأسعار والتنمية الجهوية والتشغيل، وثم حاجة أخرى نتفقوا عليها تويكا حتى حد ما عنده الحق باش يتصرف في البلاد كما يحب. قلنا نقعدوا ونتفقوا على هذا، احنا في نظرنا وكان قعدنا في عذرة وقعدوا في المغاربية 15 يوم وبعد خرجوا يد فارغة والأخرى لا شيء فيها،
راهو صار المؤتمر الوطني للانقاذ ورانا تفهمنا المشكله. ما سمعوناش، ما سمعون، لا سمعت الحكومه ولا ثم، ما نقولكش احزاب المعارضه الكل، ثم جزء من احزاب المعارضه شافوا اللي حبوا يمشوا يتفاعلوا، لكن النتيجه شنو؟ النتيجه مشى سي حماد الجبالي ومشى المقترح نتاعو معاه، ورجعنا للبدايه، رجعنا للنقطه صفر. النهضه اليوم تحب حكومه هي مسيطره عليها، وحكومه يراسها وزير الداخليه اللي فشل معنا في مهمته، بحيث مش نرجعوا من جديد، مش نحلوا الازمه، مش نعمقوا الازمه. الشيء الجديد كانوا ثلاث احزاب متقاسمين السلطه، تو مشيوا له خمسه. وسع الكعكه، كبر في الكعكه، ولا لا وهي مش هكاك، نجم نقول لك كان القصعه صغيره ولدين ياسر، ولا تو فهمني القصعه صغيره ولدين ياسر، الكعكه هي هي، اما مشيوا له خمسه. وبالتالي رجعنا للعقليه المحاصه الحزبيه، وبطبيعه الحال مش مش معناها نحبطوا في التوانسه، أم نقول لهم الطريقه هذه راهي مش هذه اللي مش تحل. ولكن هذاك علاش الجبهه الشعبيه والائتلاف المدني السياسي اللي معانا مش نواصلوا نطالبوا بمؤتمر الوطني هذا الانقاذ. اتحاد الشغل الاسبوع الجاي قد يبدا في مؤتمر الحوار باش نشاركوا فيه، وندعيوا كل الاطراف، نحن المسؤوله باش تشارك تفعيل مبادره الاتحاد، الاتحاد مش يقع، وندعو كل الاطراف باش تشارك فيه. يلزم نخموا في البلاد هذه ونخموا في الشعب هذا، ونخلي المصالح نتاع حزبك على جنب، لانه اذا تضر البلاد راهو اول ما تضرت تضر انت. ها نشوفوا فيها النهضه في الازمه ذي، اول ما تضرت تضرت هي، لا عاد عندها مصداقيه، لا عاد عندها الناس مصدقينها ولا حتى شيء. سيد حمل همام الناطق الرسمي باسم الجبهه الشعبيه، نشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار، ونلتقيك ان شاء الله في مواعيد قادمه. شكرا لكم، ونتمنى لذاعتكم وزيسه فام انها تزيد منها تتطور وتبقى تواكب مش الانشطه في الجهه وحتى الانشطه الوطنيه. لقاء خاص. وزيسة فم في قلب الحدث. لقاء خاص. Oasis FM. Plus près, plus proche.